This is about interview by Nadine البدير. هذا تعليق على فيديو أنا شفته بالصدفة مع أحد الشيوخ السعوديين، أعتقد اسمه خالد السبيعي واسمها نادين البدير. وطبعا بحياتي ما سمعت فيها ولا شفتها، طبعا بيني حلوة لا شك. على فكرة كل البنات اللي بيجين في قناة العربية والهاي القنوات السعودية بعكس ما نتصور انه منقبات ولا مش عارف ايش، ابدا اللي بيجيبوهن للعالم الخارجي كلهن فيش ولا واحدة متحجبة على الاطلاق، ولا واحدة ابدا، وحلوات والشعر عليهن والدنيا والمكياج الميك اب والى اخره. فعملت عملت مقابلة وانا سمعت لها مع خالد السبيعي اعتقد شيخ، وبتفتخر يعني بالاول يعني كانه هو رجل صالح وكويس، بتقول كونفيشن يعني زي ما تقول انه بيعترف شو الاخوان المسلمين، لانه كان عضو في الاخوان المسلمين لمده 20 عام وكانه عنده اسرار بده يجيبها. قالوا هي بتقول رفض انه يجلس معاها مشان يكون هو وياها يطلعوا مع بعض قبال بعض يعني الى اخره، يعني كانه هذا عنده حشمة وشرف عنده. يا ريت لو انه قعد معاها، وحتى لو باسها كمان انا بسامحه والله سبحانه وتعالى بسامحه. اما يحكي اشياء اللي حكاها كلها اضاليل واكاذيب الله ما بسامحه فيها، هذا عنوان النفاق ابدا النفاق. قال الاخوان المسلمين اول شيء قال بيأمنوش بالاشياء النشيد الوطني وكذا، وانا بقول طز. كان في نشيد وطني في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، شو نشيد الوطني؟ بحاولوا ياكدوا على ال ال على ال على الدوله القطريه، كانوا بسموها القطريه طبعا ايام حزب البعث. فاستغربت يعني انه قال انه اهم شيء عنده هو انه كان يعني يمشي على حياة المرحوم الشيخ بن باز، مع أنه كثير فتاوى بن باز كانت ضد العلم وضد إلى آخره. وبعدين قال بقول أنه يعني أول مرة عندما جلس مع الإخوان وطلع معاهم وشاف أنه كيف واحد منهم بيلعب الكورة، يعني كأنه واحد مطوع بيلعب الكورة، يخرب بيتك. ولكن الرسول عليه السلام قال، ما قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل؟ ما قال الجسم السليم في العقل السليم؟ أنت إنسان مغفل أنت بالمرة، يعني كيف يعني كأنه جاء شيء يعني سر من الأسرار عن الإخوان المسلمين. أنا قابلت الإخوان المسلمين وكانوا أيام ما كنت أنا أستاذ في السعودية في جبال السروات بلاد زهران، كانوا كثير منهم من المصريين من كل محبة ودب، أفضل ناس كانوا ببيئة سعودية ومدرسين ومخلصين بتدريسهم هم الإخوان المسلمين، وأفضل ناس في العالم العربي كله هم الإخوان المسلمين أو الإسلاميين، مش الكهنوتيين، مش الجماعة اللي قاعدين في المسجد وإلى آخره. وأنا حقيقة أنا أتأسف جدا يعني عندما أشوف بعض المشايخ العلماء، وعندما مثلا يجي رئيس شو اسمه إمام المسجد النبوي أو إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة، أنا مبسوط منه لأنه أول شيء قراءة القرآن قراءة جميلة جدا، ولكن أنا الخطبة بتاعته ما بتعجبني أبدا. كثير من الأمرار كله قال عن سوريا اللهم اغفر، كويس استغفر يا أخي، بس عندك ما مش مجرد غفران، عندك مليارات الدولارات لازم تطالب تقول للسعودية، انتوا يا جماعة يا سعوديين يا إمامنا لماذا لا ترسل أموال كثيرة جدا، لماذا لا تساعدهم بمساعدات حتى يستطيعوا يشتروا من الأسلحة اللي تحط على الكتف مشان يعملوا
من الطيران بدل ما إننا نبكي عليهم على نسائهم اللي تغتصب وبناتهم وإلى آخره. ولازم يقول أنتوا كمان يا إمامي إلى آخره، كيف أنتوا بتروحوا تعملوا إنقلاب ضد حركة إسلامية ضد إسلامية في مصر مثلا، وبتروحوا بتأيدوا الصهيونية وبتأيدوا العلمانيين وبتأيدوا المسيحيين الأقباط؟ ما لازم تتحركوا أنتوا يا جماعة؟ هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا عبارة عن نفاق. وتذكروا الأعراب اللي كانوا حول المدينة، اللي ما كانوا يطلعوا مع الرسول اللي يساعدوا إلا يتأكدوا إنه يوصلهم مصاري ويوصلهم من الغزو إلى آخره، حتى نزلت فيهم الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طبعا شيء جميل جدا إنه بنوا هذا، كبروا عمارة الحرم، هذا شيء كويس، أنا بأيده هذا الشيء، لكن مش بس إنه عبارة عن عمران، بدكم العدل والهذا العدل، ما تكونوا زي أنتوا للغرب هنا ولا أمريكا زي بقر حلوب، ما عليكم اللي بس تعطيهم الزيت والبترول وشي، وبتشتروا أموال حربية وإلى آخره، كلها ما إلها هالوزن. وين راحت الأموال؟ وين راحت هاي الشؤون اللي أخذتوها من أمريكا اشتريتوها للطيران ولا كذا وشي من النوع؟ أعطوا من هاي الأشياء النوعية اللي بسموها، أعطوها للسوريين، أعطوها للثوار إلى آخره. لكن الشيء اللي بتعمله هنا على أساس إنه بتكون مش إنه إيش قال الإسلام السياسي، إيش هذا الحكي؟ هذا يخالف الإسلام كله، الشريعة. الرسول عليه السلام لأنه قاعد في المدينة لحالة وما طلع وما حاول يحمي نفسه، هذا اسمه إسلام سياسي كان، ما هو قاعد هنا في قوقعة هناك قاعد بس بصلي وبصوم إلى آخره. وإلا كان دمروه من غزوة الأحزاب، من الغزوات الأخرى، طلع الرسول عليه السلام غزو، هذا شيء سياسي. ولو كان ظل في ابتعد عن ما يسمى بالإسلام السياسي كان ما طلعوا من الجزيرة العربية ولا استطاع يسيطر على الجزيرة العربية، ومن هناك انتشر الإسلام من السند ومن الصين إلى إسبانيا هناك. فشيء غريب، الإسلام الرسول عليه السلام قال الدين المعاملة، وبعدين فسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني إنه كمان إنه على أساس إنه أنتوا ما هو فقط الإسلام السياسي مقصود، إنه أنتوا بدكم تخلوا الإسلام يكون في قوقعة في داخل الجوامع، هذا غلط. أنا أذكركم إنه أنا كنت في زيارة لإخوتي وخواتي السعوديات في الأحساء، وأنا رحت على العيون، كنت بدي أطلع أتكلم بس عن الجالية الإسلامية في أمريكا فقط، يعني لا لها علاقة بالسياسة ولا شيء. أنا استغربت، يعني تفاجئت إنه الإمام بيجي بيقول لي يا دكتور ما بنقدر نسمح لك، لأنه عندنا تعليمات لازم الأشياء اللي بده تذكرها وتتحدث فيها لازم تكون مكتوبة ولازم يبعثها لوزارة الأوقاف حتى يجي موافق عليها. هذا الإسلام؟ هذا ما عندكم ثقة بنفسكم؟ انتوا اعملوا الشيء هذا والعالم كله معاكم، بتكون السعودية رمز لقيادة العالم الإسلامي. أنا هاي اللي بدي أدخلها في دماغكم، هذا مش على أساس أنه والله عملتوا نائب ولي العهد، إذا مات ولي العهد أو الملك بيطلع محله الأمير مقرن، وأنا بحياتي ما بعرف حتى أنا مرات بستغرب يعني أسماء حتى من مقرن لمتعب له مع الأسف مع لبندر، يعني أسماء هيش هاي أسماء غير عربية، بعرفش أنا، أعتقد أنه غير يعني أبصر بجوز أسماء خاصة هاي بعرفوها همي أكثر. يعني على كل حال أنا الشيء اللي بقوله أنا إنه المقابلات هاي اللي بيعملوها مشان يحاولوا يقولوا عن الإخوان المسلمين إنه كأنهم جماعة بدهم يقلبوا أنظمة الحكم في دول الخليج، هذا خاطئ جدا، هذا مش صحيح أبدا. والحقيقة أنا أتأسف على القناة العربية اللي هي فيها عندها برامج ممتازة جدا وتغذيتها لسوريا كويسة وبرامج مميزة، ولكن يعني الآن هي أداة في عبارة عن فشل لإفشال الربيع العربي، ما يسمى بالربيع العربي. وطبعا بالنسبة لي ما ربيع عربي، أنا سميته بالبداية إنه كان الخريف للدكتاتوريين، وبعد الخريف بيجي طبعا الشتاء،
والشتاء يمكن يستغرق سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات بالعواصف بالثلوج اللي بتيجي فيه، وبعدين يأتي الربيع فيما بعد إن شاء الله. وهذا الربيع العربي أنا في اعتقادي هو الربيع الإسلامي حيكون إن شاء الله. وأقول قولي هذا والحمد لله.